مفاجأة غير متوقعة ضمنا البرايم 11 من ديو المشاهير هالأسبوع مع إعلان الام تي في عن عدم خروج أي مشترك من المشاهير بسبب تواجد زميلتهم الممثلة الكوميدية ليليان نمري داخل المستشفى، بالوقت اللي الحلقة كانت مليئة بالمحطات الغنائية اللي توجت سهرة جديدة ومميزة من البرنامج مع رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين والضيوف نينا عبد الملك، هيثم الشوملي ولارا اسكندر. نار لأن نار البارود ردي ردي لليوم سيلبرتي دواتس. نحن هلا شو كوارتر فاينل يعني. اهلا اهلا اهلا، نورت. انت منور. ملحم كالعادي بهر الجميع بصوته وأحساسه وهتاته اللي قدمها على المسرح إلى جانب المشتركين. أما بالكواليس زين كانت حدثت أغاني عن رأيه بالمشاهير وقدراته الفنية. كل واحد عنده كاركتر، كل واحد عنده هيك شيء خاص فيه. بدنا نقدر انه بعضهم يعني هني عم يشاركوا بعمل خيري، بعضهم منهم مطربين محترفين، في خبره، في خبره مسرح. بقى بالتالي يعني انا عم بسمع تعليقات اللجنه بخلال الحلقه، في شويه يعني في شويه قساوه بالحكم عليهم، لانه يعني عباس جعفر يعني اذا بدك تحفظي الغنيه عرفتي، لانه مطرب ولا بعمره مغني وبيستحي، هذا كله بياخذ بعين الاعتبار. بس مطلوب الجدية بالعمل، مطلوب كذا، إنما صدقاً عم يعملوا أكثر مجهود ممكن يعملوه. تحيز ابن بعلبك لأولاد منطقته أمر مفروغ منه، ومن هون كان من البديهي دعم ملحم للوليد الحلاني ولعباس جعفر، خاصة بعد التويت اللي وجه له إياها فارس الأغنية عاصي الحلاني واتمني له فيها التوفيق بإطلالته وقال له محبتك مبينه من عيونك. الوليد سألتيني أول شيء عن الوليد، وليد صوت حلو، صوت قدير، بالطبع السنين بتعلمه لقدام كتير أشياء يعني، وعلمتنا قبل يعني كل من قطع بمرحلة معينة، إنما في الخامي موجودة والصوت موجود، الله يوفقه، ونشكله ناوي يحترف الغناء يعني كمان، الله يوفقه يا رب، الله يعطيه أيام حلوة إن شاء الله. أنا يعني أنا أول شيء بدي الناس ما تظلمه، لأنه دائما بيبقى الابن بيظلم على حساب البي، عرفت يعني؟ مثلا هلا بتحكي عن زياد الرحباني مبدع وكل شيء، بس عاصي غير دائما هالكلمة، عرفتي؟ مثلا أسامة الرحباني مبدع وعظيم، كمان منصور الرحباني غير، يعني دائما الناس تظلم الابن على حساب البي، وبده هو ما يظلم نفسه كمان، هو يقدر ياخذ خط لحاله، ما يكون كوبي عن بيه، ما يكون كوبي عن عاصي، يقدر يعمل لاين لحاله، يعمل خط لحاله، شخصيه، حضور لحاله على المسرح، ما يكون نسخه. تمام، بس هيك لحتى ينجح يعني، نحن هاي النقطه بس بديتها بالتوفيق لكل المشتركين، لعباس المهضوم الطيب الخفيف. دليله انا راسي بعلبك هيك مقطع. شو أول شيء؟ لو طلبت المستحيل كل شي عليك قليل، أنا برحلة حبك يا قاتل يا مقاتل، وإيه أنا راسي بعلبك. غنية كتير حلوة، أولادي كتير بيحبوا كتير، عاملين لي أزمة يعني، عشان هيك حافظ الغنية. أنا عباس حبيبي الله يوفقه، عامل ضجة عباس بالشارع. من وحي حديثه سألنا ملحم إذا بيشجع دخول أولاده لمجال الغناء، إذا كانوا بالفعل بيمتلكوا موهبة حلوة وصوت لافت. هلأ بالنسبة لي شوي صعب الأمور، لأنه عندي هيك شوية عقلية مختلفة أنا، بس إذا كان في شيء بيهبل يعني بستحرم أحرق له موهبته، عرفتي؟ يعني إذا كان في شيء كتير فائق الجمال تحسي أنه حرام، إذا كان صبي، إذا كنت بنت بتغني بس لأهلها يعني. لا تنروح شو هيك. بالنسبة لي أنا هذا مش معناته إنه غيري غلط، لا، كل واحد عنده فكرة، كل واحد عنده وجهة نظر بهذا الموضوع أكيد. عبد الملك كانت سجلت أكثر من إطلالة خلال البرايم وفاجأت الكل بصوتها وحضورها، خاصة أنه هالمشاركة بسيلبرتي دواتس هي الأولى من نوعها بالنسبة لها. يعني لأنه سيلبرتي دواتس أنا بتذكر كنت بعدني كتير أصغر من هيك لما بلشوا بأول سيزن، وكنت أحضرهم ودايما هيك أتخيل حالي أنا مش واحدة من المشتركين، واحدة من النجوم، وتحقق هيدا الشيء
كتير مبسوطة، كتير فخورة، وبتمنى العالم يعجبها شو حتشوف من اليوم. شو يلي صاير فيك وشو يلي بيرضيك على بعضك خليك خليني برجع. بعد إطلاقها لأول ألبوم لها من عدة أشهر، نينا اليوم عم تحضر لعدد من الأعمال بالإضافة لمشروع عالمي. هو أول ألبوم أنا بعمله إذا، وكل غنية فيه بتعني لي كتير وبتجسد حالي أنا عشتها يمكن بفترة من حياتي، فأني عم طل وعم أقدم غنيتين من الألبوم، هذا عشي كتير بيبسطني وإن شاء الله العالم كمان تنبسط معي. هلأ شو محضرتي لنا قريباً؟ هلأ عم نشتغل على أكثر من مشروع، عم ضلني بين دبي وبين أمريكا لأنه في بروجي عم بشتغل عليه إن شاء الله حيكون انترناشنال، بتعرفوه سون كتير، وعم نسجل كمان أكثر من دمو لننقي The Right Single إنها تنزل كمان قريباً. لارا اسكندر كانت إطلالتها ملفتة وقدمت أغنية مصرية وأغنية أجنبية إلى جانب كل من فاليري أبو شقرة وطوني بارود. يعني النهاردة هقدم أغنيتين، واحدة بالعربي بالمصري بتاعتي وواحدة كوفر بالإنجليش، فأفتكر إنه حاجات مختلفة، يعني واحدة بالإنجليزي أهدى شوية واللي بالعربي بتاعتي، فمبسوطة إنه الناس هيسمعوها. بعيداً عن الفن، لارا تحدثت أكثر عن أسرار حياتها الزوجية بطريقة عفوية، كما طلبنا منها توجه لزوجها معايدة عبر أغاني بمناسبة عيد العشاء. أنا مش شايفة إنه الجواز أخذني من الفن، بالعكس من وقت ما أنا تجوزت وبالعكس كنت يعني behind the scenes أكتر، بسجل أغاني وبشتغل على أغاني وكده، وactually دلوقتي هبتدي أصورهم وأقدمهم وكده، بس الحمد لله أنا مبسوطة ومع حد يعني who's very supportive، فبالنسبة لي الحياة بقت نفس الحاجة وأسهل كمان. لارا هلأ مثل ما بنعرف أيام قليلة بتفصلنا عن فالنتين، شو بتحب تقولي لزوجك عبر أغاني على طريقتك الخاصة؟ أنا أحب أقول له إنه هو عارف كويس قوي قد إيه بحبه، فمش محتاج بس يوم فالنتينز أنا أقول له قد إيه بحبه. مقدم البرامج طوني بارود، ورغم أدائه الجيد على المسرح إلا أنه ما كان كتير على بعضه بسبب غياب زميلته الممثلة ليليان نمري. طوني منعرف الليل هيك شوي في عندك حزن بقلبك لأنه ليلو مش معك، الممثلة ليليان نمري بالمستشفى، شو بتحب تقلي؟ أنا بدي لك أنه قلت لها لأنه طلعت لعندها لليلو على المستشفى، شقيت علي اليوم، العاطفة والحنان هي وفيتي وهي طالعة بالكوليس كل الوقت أنا بكون أنا وياها، يعني بتلخص لك الطيبة والعاطفة والتواضع والإنسانية اللي مرقت بهالعيلة الفنية، وهي قديش هالفنانية اللي أنا وكثير من الناس عم نتطلع عليها بنتأمل كل شيء عم تعمله وتحضره، بلا أنه أنت الأفضل وأنت الطيبة وأنت رح تقومي أحسن من قبل، وسلامة قلبك وبحبك كثير، واليوم عبرت لك عبطتك وخذت بوسك وما حسيتي فيهم ليلو، أنتي بدك شو ناطة دخلك ما رح نصير ليليان بالفعل كان مكانها فارغ بالحلقة، خاصة بعد ما عودتنا على لوحات فنية مميزة كل أسبوع، لكن ظرف الصحة الخاص منعها من الحضور على أمل تتشافى وترجع خلال البرايم المقبل. أما الوليد الحليني فكان مشغول بغرفته والسبب أحدى المعجبات. هيدي as usual. Thank you. يعني شو بدنا نقلك؟ يعني أنا بحس إذا بقينا للفينال مش كتير شعر الفينال بدي جيب لك أنا ما بعرف. لا. لازم فينا نجيب لها على الفينال. ساعدينا نجيب لها شي كادو عن جد، يلا هات لنشوف. بدنا شي كادونا كتير بتوصل على الفينال وتعمل سجل. لو مش مني منكم انتوا بدكم تصوتوا، انا بدي اوصل حالي على الفينال، انا ما خصني صوتوا. جبتي له اليوم سيربريز، خلينا نفتحها هلا، بس روح على البيت نفتحها وبنفرجيكم شو هي. لا هلا بدك تفتحها. لا خلينا نروح على البيت هلا بتفرض. لا بنروح على البيت نفتحها بالبيت. وليد ثانك يو ستيفانيا اي لاف يو. وقفت تصويت ستيفانيا، خلص ما رح نفتحها. لا لا نفتحها يعني ستيفانيا بنفتحها. طيب خلص خلينا اوف. شو راح تسميه هيدا؟ هيدا راح سميه شو بنسميه؟ لا هيدا بنسميه العاصي. مش وحده نجوم الغناء كانوا ضيوف هالبرايم، فالممثل قويس مخللاتي حب يسترجع ذكرياته على مسرح ديو المشاهير وخص زملائه بزيارة مفاجئة. هيبة كلها عنا اليوم يا ابني، الله اللي خلق رب الهيبة، هيدا هو الهيبة، هيدا هو الهيبة، عند الهيبة. انت معهم بالجزء الثاني؟ انا معهم صوص هالقد صغير بالهيبه. لا صوص مبلغ ولو مبلغ نكبر البعض قدام قوايس وقدام عبده وتايم، انا بقول ما في هيبه لحدين، ما حدا بياخذها.
استغلينا وجود مخللاتي لنسأله أكثر عن الجزء الثالث من مسلسل الهيبة اللي تم تصوير جزء كبير منه. بلشنا صرنا بالثلث الأول تقريبا. خبرنا شو عن هالجزء، قدي في أحداث مشوقة، في سسبنس؟ في سسبنس كتير كبير وعالي، وما فيني اشرح أكثر لأنه أنا شهادتي مجروحة، أنا من ضمن العمل، فبنطر رأي الجمهور أكيد هو اللي بيحكم، بس بتمنى أنه يكون شيء مختلف. من أجواء الهيبة مخللاتي حب يدعم فاليري أبو شقرة اللي شاركتهم بطولة الجزء الثاني من المسلسل. ابن العم هون، ابن العم شرفنا الليلة. كيفك؟ مرحبا. شو أخبارك؟ مشتاق. كيف الهيبة؟ كيف الهيبة؟ بلاية. الهيبة. الهيبة مشتاقة لك. بتسلم عليك. بس بتقلك. ابن العم. بتقلك الهيبة إنه ألف مبروك ما في. Thank you. عم تحضرك. بديت ببداية العرض. بس لما انشغلنا بالتصوير هلا بالهيبة شوي عم يروح علي. بس يعني بنت العم. ايه وبتمنى لك كل خير من كل قلبي. وانا كمان للموسم الجديد من الهيبة، عقد ما متوقعين عقد ما اكيد رح يكون النجاح بعد اكتر. مش وحده قويس حب يزور استوديو ديو المشاهير، فمقدمة البرامج والممثلة ساشا دحدوح أيضا كانت من بين الضيوف هالأسبوع. أنا كمان اشتقت لكم ومبسوطة كتير بالرجعة، لأنه عن جد سيلابريتي دواتس بعتبرهم مثل عائلتي التانية. اليوم شو رح تغني ساشا؟ وعرفت كمان جايبة معك ضيف وزميل بالموسم السابق ويس مخللات. صح، زميل وصديق، وأكتر شيء يمكن انسجمنا أنا وويس. اليوم رح غني أنا والفنانة نينا عبد الملك غنية ساكن اللي كنا نحن بنعرفها للفنانة ديانا حداد، بس بقالب جديد قدمتها نينا. هالغنية كتير بحبها وتمرنت عليها وإن شاء الله خير يا رب. مع نهاية البرايم الـ11 من ديو المشاهير بدأ العد العكسي للحلقة الأخيرة اللي رح تكون بعد أسبوعين، ليكون الشارع اللبناني كله بانتظار النتيجة النهائية واللي كتار عم بيحاولوا يساوموا فيها على نجمهم المفضل.